أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. دائما البداية من الحمل حتى الحوت. اليوم الحمل ربما تتركز بعض الآراء أو تترك أثر في كل ما تفعله، طبعا يكون توقعك أي ربما توقيع عقد أو جدال أو ربما مسيرتك المهنية في طبعا سجلك العملي راح ترتفع كثير من القمر الأحمر اللي بدأ مؤخرا. والعاطفة اليوم ربما تستمتع بالشريك، وربما هناك نفوذ أو ربما هناك مطالب، ويسهل عليك الكثير من الحلول ويريحك قدر المستطاع على الوصول إلى نتيجة حتمية بين الاثنين. طبعا الصحة راح تراهن على هذا اليوم، وحلم بإمكانك تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية، أو تتبنى بعض الأفكار المتطورة صحيا. إلى مولود الثور تقوم بنشاط كبير على طبعا مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وأيضا تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء. والعاطفة بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقض بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك والمسؤوليات اللي ملقى طبعا على كاهلك شوية ثقل من بعض الأبراج معك. نتحدث طبعا عن الصحة اليوم، تحاول أن تقدم بعض المشاريع أو ربما تحاول أنه تنال إعجاب الآخرين، وطبعا هذا هو طبيعة برجك أيها المولود اللي دائما يأثر على مصداقيتك. مولود الجوزاء عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، وتحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون عندك أي هفوة للإنقضاض عليك. العاطفة اليوم تبدو طبعا أناني بعض الشيء وما تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى مسؤوليات ربما راح تظهر في حياتك مجددا. الصحة حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص من عنده في حمية جدا قاسية. ومولود السرطان طبعا تمارس سحر جدا كبير وتتمتع بكاريزما جدا تجذب الآخرين إليك، وربما تشعر أيضا ببريق، وخاصة تستعيد ثقتك بالنفس، وهذا الموضوع لقاءات ونقاشات مثمرة خصوصا جهة تحديد مسار الأمور المستقبلية وعلى نحو يضمن إليك وللشريك حقوقكم. الصحة الاضطرابات الصحية اللي قد تظهر فجأة لابد من أنه أخذها على محمل الجد. إلى مولود الأسد، الأسد اليوم يوم غني بالإيجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، تلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح. طبعا العاطفة مربع جوبيتر، وهستور قد يغني نزاع بينك وبين العاطفة وشأن مالي بانتظار مهمة صعبة واختيار جدي في حال جاءت الأمور على ما يرام تستعيد لحصد ثمارك. والصحة إياك وإهمال العوارض المفاجئة اللي بدت مؤخرا معك. إلى مولد العذراء، كن على حذر من بعض أصحاب النيات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل بغية احتلال المنصب اللي ربما تتولى. والعاطفة تستعيد بسرعة نشاطك وحيويتك، وأنت شخص ذكي وتعرف كيف تطرح أمورك. إلى الصحة طبعا راح ترتاح قدر المستطاع من مسألة التنفس مؤخرا. إلى مولود الميزان، بهدوء أيها الميزان، اليوم العمل طبعا عندك مبادرات مساعي، ربما هناك أمور إيجابية راح تنال رضاك واستحسانك وأنت في الصدارة. ونتوقف عند العاطفة، خلينا نتحدث عن العاطفة، تكون قادر على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك طبعا ويقنعك بدوره بما يكون في بالك وفي نيتك، وراح تحاول أن تصلحون الموضوع فيما بيناتكم. الصحة تستعيد وعيك ونشاطك في فترة الإرهاق وتتخلص من عوامل الضغط النفسي. إلى مولود العقرب، أيها العقرب، اليوم التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك طبعا ويشير إلى بعض السلبية من حولك، لكن الثمار ما يشير أيضا إلى جديد آتٍ يغير مجرى ومسلح حياتك إلى الأفضل. والصحة مثل ما شفتوا أني من مواليد العقرب، الصحة مبينة كل شوية، مسألة القصبات والحساسية الموسمية والقصص القادمة اللي ربما لازم أنه تنتبه لها، والعاطفة أنت بأحسن حالاتك، هنالك عدة فرص للنجاح وللحب وللتقدم. إلى مولود القوس، طبعا تهتم لكل ما هو جديد ويغني مؤهلاتك، وما تحاول أنه تتردد في
ترشيح لمنصب جديد أو للمشاركة في ورشة عمل وتعزز موقفك الكبير مؤخرا. إلى العاطفة تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبلك وعلاقتك بالحبيب وتتوصلون إلى نتائج جدا مرضية. أما الصحة المشكلات المتواصلة راح تعكر صفو حياتك وتبقيك في حالة من التوتر والعصبية. أما مولود الجدي اليوم يدرك القمر المكتمل من برج القوس بالمتاعب والمسؤوليات المرهقة واللي ربما راح تكون في معظم الأحيان متشابكة الأمر اللي راح يتطلب من عندك انضباط نفسي كامل وأعصاب جدا متينة. والعاطفة لا تتهور اليوم في تصرفاتك مع الشريك، بل حاول أنه تتقرب من عنده وتسأله عما يعني يجول في خاطره. الصحة لا تحاول أنه تخلط الأمور وحاول أنه تحدد ميزانك ووضعك الأخير. إلى مولود الدلو، أيها الدلو، المناسبات اليوم كثيرة وأنت صاحب شخصية لافتة تعكس ثقة عالية في الآخرين وينجذب إليك الزبائن إذا كنت صاحب نفوذ أو صاحب محل. للعاطفة اليوم تعيش أجواء عاطفية رائعة وهادئة ورومانسية، هناك أشخاص كثار يتمنون القرب من عندك. والصحة طبعا مثل ما حكينا عن الرياضة هي سيدة الموقف. إلى الحوت، ابتعد عن التحديات اللي ظهرت مؤخرا عندك وحاول أنه تترك الإيجابيات اللي ربما تعتقدها إيجابيات ولكن مشكلة عائلية كبيرة ربما على أثرها تفاصل أو تخاصم أحد الأخوان، قد يكون قبل الأخير أو في المتوسط إلى الأبد بسبب تصرف جدا خاطئ وصبياني. والعاطفة مشاكل كثيرة بالجملة تحاول أنه تناقشها. وأيضا المواليد المائية من برج العقرب والحوت والأبراج الأخرى المائية اللي تأشر على مساحة في حساسية القصبات أو ربما القصبة الهوائية اللي بدت من بعض مسالك الأبراج تأشر على أن هنالك مشاكل يجب الانتباه لها والابتعاد عن الجو البارد اللي تحدثنا عنه وعن الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة. مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وإياكم كالمعتاد إلى القسم الآخر من اتصالاتكم ومشاركاتكم ونستقبل أول اتصال هاتفي معي. ألو. ألو مرحبا. صباح الخير. صباح الخير، في السماء شلونك؟ صباح العافية يا مرحبا، مية سلا. ما بيش خير، العافية حبيبتي. فدوى قلبك أكيد مبين عندي على صوتي. فدوى إيه والله صوتك. حبيبة قلبي، يعني هاي تقلبات الجو اللي يعني انذرت من عندها، ويعني إحنا المواليد المائية بالدرجة الأولى اللي تأثر عن هذه المواضع. ما بيش العافية. يا حبيبتي يا قلبي، أنت من معايا؟ رنا وياك. رنا مرحبا يا رنا، من وين يا رنا؟ من أربيل. أهلا وسهلا رنا، أعتقد متصلة أنت مسبقا؟ نعم. أهلا وسهلا رنوشة. أريد أتصل وياك بس ما أعرف يعني بس من خلال هذا البرنامج. يعني اولا رنا، احنا الحالات الانسانيه نوليها اهتمام جدا كبير وممكن انه نساعد بطريقه مباشره، واحنا ان شاء الله في مقر او مركز راح يعلن عنه للحاله التبرع، يعني الحالات اللي تكون صعبه او اللي ممكن انه سميه راح اعطيك برج اختي هي وزوجها. طيب تمام، يلا اعطيني. 29/5. تمام 29/5. تمام 5 وزوجها 2/5. تمام، الجوزاء منو هي؟ هي الجوزاء. أي. وزوجها 2/5. 2/5 مولود الثور راح يكون؟ نعم مولود الثور. ألو زهرة وترابي، يعني رنا ما أعرف، أنا حكيت ونوهت على أنه لا تتفاجئون بأنه عواصف حرارية أثرت على موجات الراديو، حكينا وعلى موجات يعني التلفزيون والهاتف النقال والمحمول وحتى الطقس وحتى يعني البشر والحجر، أثر هذه النوازل اللي أثرت على بعض الأبراج. عادة احنا نعتذر من كل متابعينا ومن مشاهدينا، ما يخالف حاولوا انه شوية تطولون بالكم ويانا حتى يعني تستفادون من وجودكم ويانا. لكن يا رنا، إذا كنت تسألين عن هذه المواليد، أول الأشياء اللي معلمة معاهم عدم التوافق. ليش؟ بسبب أنه الجوزاء هو برج حرك والهوائي، برج هوائي، أما الثور ترابي والهواء يطير التراب. ومثل ما نعتقد أنه عملية طردية أو علاقة متوترة لأنه الأول حرك والآخر وإن كان مرح لكن الهواء
يطير التراب او ينسفه، فلذلك العمليه شويه ايش قد ما كانوا يعني يقتربون لكن الطبع هو اللي يفرق فيما بيناتهم، او ربما تشدد الخلافات او تستمر في بعض الامور. تمام. ما ادري، نستقبل اتصال هاتفي اخر الحين ما تعود لنا رنا مره اخرى، اخذنا الموضوع معانا. الو الو الو، مرحبا، صباح الخير. صباح الخير. صباح العافيه ومية هلا. شلونك؟ عيني ميس. يا قلبي الغاليه، منو معايا؟ اني ام مصطفى من بغداد. ام مصطفى، متصله مسبقا ام مصطفى ولا اول مره؟ والله اتصل قبل البرنامج او ورا البرنامج، وصار لي اكثر من شهر وشويه اتصل وما احصل. اليوم الحمد لله وشكرا. يا الله يا الله، خير وبركه اليوم، احنا سعيدين بسماع صوتك يا ام مصطفى الغاليه. اني اسعد حبيبه قلبي. حبيبه قلبي الغاليه ام مصطفى، في دول وجهك. من بغداد حضرتك؟ اي نعم. حيا الله. من اي منطقه من بغداد؟ من العظميه حبيبتي. حيا الله حيا الله اهل العظميه، مية هلا بيهم حبايبنا. حبيبتي عمري، انا مواليد 25/3/72. انت 72؟ اي نعم. الشهر الثالث ايش قد بيه؟ 25. مولوده الحمل؟ اي نعم. الطالع هو المريخ، ما شاء الله عليك، سودة يعني مسخمه، الطبع ناري، عصبية جدا مصطفى. يعني المريخ صراحة هو أبو المشاكل إحنا نعتبره. المريخ الأحمر يعني زعلج قوي، صاحبة موقف، تأخذين يعني شقد تمطين وكريمة النفس والأخلاق وشقد تستوعبين المواقف، ولكن زعلج جدا غالي، تأخذين موقف. ليش؟ لانه تسمعين من الاخر كثير بما به الكفايه، ومن بعد هذا الموضوع لما احنا نسميه بالعاميه، لما تقفلين من حقك، لان تقولين خلص انا اعطيت المساحه له لكن هو ما قدر المواضيع على الشاكله هذه. فصاحبه موقف، صاحبه موقف جدا كبير، وهذا ما يسبب بعض قطع بعض العلاقات المهمه في حياتك او توقفها. السبب مو الناس. شوفي ام مصطفى حبيبه قلبي، السبب مو الناس، تسمعيني؟ السبب انت دائما يعني تعتبين ليش ليش ليش. لا شوفي، هو السبب مو الناس، لانه هي الناس هذه، هي الناس هالشكل، اجناس على طيورها تقع، لكن انه انت كانسانه تعرفين شو تحددين الموقف، ومتى تنطين الفرصه ومتى تقطعين الفرصه. المشكله عذرا مو بيك المشكله، ولكن انت صاحبه موقف، لذلك هي هاي الاشياء او ابتعادك او تقطعك عن العلاقات بهذه الطريقه. تمام حبيبتي. صحيح. مصطفى بيش نخدمك يا قلبي؟ لا فهو حبيبتي خالي ربة عيني، فدول عيني ما أعرف يعني، هو احنا عندنا مشاكل على طول يأتي أبيض ما مصافي وبناتي وأولادي والزوج وما أكو أعصاب وما أعرف يعني. أوكي زين. بداية نعرف ميلاد الزوج؟ 17/5/61. 17/5؟ أي نعم. مواليد الثور، من مواليد الثور. زين شوفي، يعني مواليد الثور انت ناري هو ترابي، لذلك النار يحمي التراب. يعني انت اذا جبتي شويه ملح او جبتي شويه رمل خبطتيها وخليتيها على نار راح تحمى. فلذلك ايضا الطبع اللي مأثر فيما بين الاثنين على هذا الموضوع. بس اسال السؤال، هذا الشريك ناعم البنية، أي متوسط الطول والبنية؟ أي نعم تقريبا. عنده معوق أو ربما شيء بإصبع الوسط، كأن يكون جريح حرب أو شيء من هالقبيل، أو يعني علم في إيده، شيء كأن يكون عوق في أصابعه؟ لا لا ماكو أصابعه، بس عوق يعني بأذانه. هو شوفي، هو عامة في هذا المولود في عوق، ولكن الوجوه الثلاثة لما يظل بين ثلاث وجوه يعني يمشي هذا الموضوع يأشر، فلذا احنا ما ماخذين ساعة الولادة، فعامة ما قدرنا نحدد العوق وين. عامة هو عوق، صح؟ صح. إذا كلامي صحيح، فمن أقول عوق طالما أن احنا ما سألنا عن ساعة الولادة كان ممكن أطيش أساسا وين العوق. عموما خير يا ربي. شوفي هو شخص جدا طيب، بعد كلش طيب وجدا خدوم معاك، لا تشوفين؟ لا يعني لا، شوفي لا 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 لا، في معتقدك انا شرحت لك باي ام مصطفى قلبي انت، انا شرحت لك انت صاحبه موقف، فمو كل الناس ترى انبياء ولا كليتنا كاملين، الكمال لله وحده. فانت من عندك تراكمات تحسين اكو حاله شريره
كل حتى أنا صار عندي حالة شريرة بتجاه أحد الأشخاص أقول لا هذا لا، عرفتي شلون؟ المهم لكن هي عدة مواقف أنت علمتيها عليه فصارت القضية شكل زين. إيش هذا هو الخلاف اللي كان على شيء جوهري كان يكون مادة أو شيء بيناتكم مخفين عليه أنتم؟ أي صحيح على مادة صحيح كلامي؟ مش قد مصطفى؟ مليار بالمية في دول قلبك مليون بالمية حبيبتي الغالية في دول عينك. شوفي عامة عندكم أرزاق كلش حلوة. شوفي هو سكوتي باعي باعي هو سكوتي وعنده قضية بين شخصين، هو كان يكون طاب كفيل طاب شاهد أو شيء من هالقبيل، لكن جابوه خلوه بالنص. واصل هذه المرحلة لو بعد؟ لا بعد ما يعني كان اكو هيك قضيه راح تصير، لكن عامه هو من نوع شلون احنا نقول نذب شبك ويجيب يصيد بعدين وين بعد حين. حلو عنده طباع يعرف شلون يلم بيها. هو يكذب صحيح عنده لك 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 خليها الى درجه. احنا ما ردنا نحكي خاف تزعلين مصطفى. لا لا بالعكس بقول لك صحيح مليون بالميه والله. حبيبتي انت الغاليه اسمعيني تدرين ايش اريد من عندك؟ عينيتي. اولا شوفي اكو نساء في المحيط العائله او الاسره نساء يعني تدرين ايش قد ناتفين ريشتش؟ شلون؟ بمحيط العائله معارفكم في نساء مساله العين والنفس او الحسد اللي ناتفين ريشتش انت بالذات. الف رحمه على والدي. نتف 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 ناتفيتش وحده مليانه حيل صاحبه خدود عاليه وعندها لون بخدودها. يعني هاي شي خلصت من لسانها زين وبجيك مرايه والقفص اللايه هي هاي مو قصدها باعي هي مو قصدها بس هذا الطبع اللي معاها. يعني اكو افلاك مزدوجه مثل الجوزاء. الجوزاء ما يثبت على حال وربما تكون هي من مواليد الجوزاء. ليش؟ لانه من تشوفيه بالبدايه حبيبتي وش حالاتك شو يما وبعدين بس وراك شوي لو تجيبي لها هسه واحد من جهالك تحطيه قدامها هم لازم يعني اوكي. فحبيبتي حبيبه قلبي الغاليه اسمع اقول لك ايه الكرسي المعوذات دائما الملح الجبلي الجبلي كان الصخري افضل باركان المنزل خل تسحب لك الطاقه اللي نايمه ببيتك. يعني حتى الاولاد صايرين متمردين معك. شوفي ما عناقيد من بعض من قرن الحمل ياشر معك على انه حتى اكو صوت عالي بدا انه تقولين لا انا ما ربيتكم هيك شلون هيك ف اوكي رحمه على والديك كانما انت ويانا. حبيبتي هذا هو طالع صراحه وتنتبهين الى اسفل الظهر معاك الام جدا قويه كانها الفقرات العصعصيه كلش تنتبهين لهذا الموضوع لا تكونين انزلاق بها. كلامي صح؟ صحيح. اللهم صل على ابراهيم محمد في دول وجهك. لا تقعدين على القاع مباشره ديري بالك ينظر معاك الغضروف يدخل ربما يعمل لك لا سمح الله العمر الطويل والصحه يا ربي على اشياء متقطعه بالعمود الفقري وهذا ربما يعني يخليك تقعدين يعني العمر بعد يا ربي القادم يعني اثر عليك بالمشي وهاي. فحاولي انه تقعدين على مسند خلي حتى يرفع الفقرات القطنيه والعصعصيه تكونين على حاله جدا ايجابيه. الصلاه على محمد والاستغفار لك بالذات انت وهوايه يسيطر على هذه الامور. واذا تعودين الاتصال بي بس استعيد صحتي وصوتي يا ام مصطفى في عندي الج في دول قلبك في عندي الج وصفه تجنن راح تشوفين البيت كله بروده سعاده وحياه حياتي تدللين. اتمنى يعني احكي وياك ورا البرنامج عندي يعني شغلات ما هواي هواي اشياء انا مو قادر احكيها لان امانات يعني صراحه فتدرين شلون ام مصطفى والله قريبا في إن مقر ان شاء الله وعنوان ونحن والله يعني متبرعين يعني انا متبرعه زين لان كثير من الحالات في دول قلبك كثير من الحالات ما يعني ما ترهم انه نحكيها على الجو وبعدين اكو حالات مرضيه لازم يكون اشراف عليها ايضا مباشر. عموما ما يخالف ما يخالف عود الاتصال بي مره ثانيه نستاهل احنا ويعني انا شوف والله من محبتي بجمهوري وبناسي حتى انه انا اليوم صوتي رايح لكن مع ذلك ما هان علي اني يعني انه اغيب عنكم ولذلك شو تشوفون انا انه يعني فخلص ان شاء الله بس يعني شويه ترجع الحبال الصوتي الى وضعها وتخلص هاي النوازل السلبيه ان شاء الله يا رب نرجع نغرد من جديد. تمام الاتصال هاتفي اخر. الو 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 الو
السلام عليكم. الو، صباح العافية، مرحبا. شلون شفتني؟ يا قلبي الغالية، عليك العافية. يا قلبي آلاء الغالية، فدوى قلبك حبيبتي انت. الله يعافيك. آلاء الفلك اليوم هالمرة وياك. ايه الحمد لله. يلا بس لا اروح احسدك اني النوب. اي والله ينقطع الخط. اي آلاء حبيبتي، ما تزعلين، عليك العافية يا يا قلبي، فدوى عينك حبيبتي آلاء. يلا بميزان حتى نافي. فدوى لوجهك حبيبتي، يلا شوية تغيير جو ان شاء الله يا رب. بس ان تتميش يعني اكو استلام انه متوعد انيس تمام، يعني من قبل ثلاث ايام اربع امس ما قلتي تمام متوعدين على استلام ولحد الان ما استلموا، وكل اليوم ما عديهم للعصر. شوفي، الو، قدم اتصال بآلاء. آلاء مو اليوم ولا اعتقد حتى بعد باكر، كأنه اكو اشياء من بعض الافلاك. طبعا اني آلاء سجلتها على عنوان الميزان، لان دائما تسأل عن احوال الميزان، واحوال الميزان ما شاء الله عليهم. الميزان الخسوفات والكسوفات الاخيره اللي صارتهم تحول غريب، طبعا حتى مع مولود العقرب، اللي عقرب ايضا ربما يغير حاله او سكنه او معيشته، او ربما هنالك كنز او مال او شيء جدا كبير راح يحدث مع مولود العقرب. حتى الاشياء اللي كانت نفسها بيها ممكن انه تتغير للابد للابد. مولود العذراء والعقرب والميزان من المواليد المتذيله من يعني العقرب، فالايجابيات تتصاعد، وبدرجات التصاعد هذه المواليد تتاثر تاثير بالقمر الاحمر اللي انا طبعا سجلته بالتليفون، كنت اتمنى انه من خلال برنامجنا نعرضه، لكن على القادم ان شاء الله في احداث نخلي الاخوان يساعدونا بعرضها لكم حتى تحاولون تعرفون عن كل تفاصيل الفلك، ومن نحكي يكون عندكم فد تصور عن الموضوع. عندهم طريقة أو طريق المال لهم بطريقة مو طبيعية. شوفوا، يمكن أكو فرص قديمة وصلت لهم وتتقطع بهم السبل، توصلهم تتقطع بهم السبل، لكن القمر الأحمر والخسوفات الأخيرة عملت أعمال مو طبيعية مع هذه المواليد، وأني متأكدة راح تشوفون الخير القادم معاكم يا مواليد. سألتيني يا آلاء، اليوم يبقون ينتظرون، ربما بكره يبقون ينتظرون، لكن الفتره القادمه هي لهم بدون نزاع يعني. يلا اتصالاتي في اخر. الو 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 صباحا. الو صباح اليوم. صباح العافيه يا قلبي، انت من معايا يا قليباتي انت. اي سلمت يا طيبه، فدوى لوجهك. انا هاجر من البصره. هاجر؟ هاجر شلونهم اهل البصره؟ الحمد لله. يا ربي دوم ان شاء الله بخير وسلامه. حبيبتي هجوره على مود زينب 26/11 اي 2012. زينب 26 ايش قد؟ 26 26/11 تمام. اذا 26 11 2012 مولود القوس، المشتري طالع والطبع ناري، 2000 وش قد؟ 2012 مواليد 2012. اي ما زالت شابة ما شاء الله عليها. زين، ساعة الولادة ايش يا حبيبتي؟ لا شنو ساعة الولادة مال هاجر؟ ساعة الولادة مالها الظهر بين الساعة 11 والساعة 1 تقريبا الظهر. هاي بنتك ولا شو تعود لك؟ لا بنت اخوي. زين. شو هي مريضه؟ حبيبتي كلش مريضه هاي. اي والله كلش متعبه، يعني انصابت قبل شهر عليها. هاي اللي لون شعرها بني. اللي بشعرها لون بني على كستنائي هيك لون. صحيح؟ اي هي. زين، الان وزنها جدا نازل. شلون؟ وزنها جدا نازل الان. هي يعني ساعات اثنين ساعات العصر. هسه حاليا وزنها شويه بالنزول معاها. زين، احنا هاجر ايش كنا حددنا الموضوع سابقا؟ شنو حكينا؟ حكيتي قلتي انا هي بها مس وعندها نظره، وقلتي لازم تجيبينها الي للموقع. صح.
تمام اسمعيني، احنا الى حين ان شاء الله نرتب شيء يعني نقدر نشوفكم عن مقربة، او ربما يعني كنا عنوان معاكم. اريد من عندك فقط ايات الشفاء راح تكون لها الان. اول الاشياء حبيبتي ايش راح تسوينا حبيبتي؟ اسمعيني هاجر ويا حبيبتي ناري، المشروب اللي راح يكون الشراب اللي تشربه حلو لانه الطبع ناري، احنا نريد نخفف الطبع الان. اوكي اي شيء يكون حلو، اي شيء يكون حلو حتى لو كان فقط بس مي مو اشكال يعني. وراح تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. اللهم اشفي، شنو اسمها؟ زينب بنت كوثر، بنت كوثر. وإذا مرضت فهو يشفيني، اللهم اشفي زينب بنت كوثر من هذا العارض وهذا المرض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، راح تقوليها بنفس الآية مثل ما أنا حكيتها بالضبط. هذا شنو راح يكون معك يا حبيبتي؟ هذا راح يكون لمادة الماء اللي راح تشربه. الآن أريد أغسل النفس إلها، نفسيتها من الداخل. بعدين شنو راح تسوين؟ أريد آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذات، وأكو آية اسمها وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، سورة الإنعام اللي هي 13. أوكي هاي راح تكون 7 مرات على رأسها لأنه العارض والأمور كلها. هذه اللي هسه حكيت لك قراءة رقية، هاي رقية. هذيك اللي حكيت لك هذيك للماء للشرب. اوكي واذا ممكن طبعا اذا اوراق النعناع ماكو اشكال، زيت النعناع تقرايها على زيت النعناع. اوكي وتدهني لي 7 مرات بقنينه تكون موجوده لها خاصه بها، تدهني كل مفاصل جسمها باعي وخصوصا منطقه المفاصل، اي مفصل بجسمها تدهني لي اياها باعي هاجر. وتلمسي لي اعضاء جسمها، إذا لقيتي أكو عقد صغار، عقد صغار تصير إحنا نسميها بالعامية نقول لها هي جغدة صغيرة، إذا لقيتي هيجي مثل الخرز تصير تحطين إيدك عليها وتقولين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترددين الله أكبر إيش قد ما تقدرين. أوكي وإياك نستعين وإياك نستعين، تنتهي هاي تطلع، لان هي هاي العوارض اللي راح تكون مجمعه في عده تفاصيل من جسمها، على الاغلب ربما ما تكون في اسفل الظهر عامه، حاولي انه تشوفيها. راح تشوفين الصحه وتشوفين شكلها ايش راح يتغير. بعد ما تكملين هاي الاشياء وتلاحظين انه تغيرت، عاود الاتصال بي مباشره مهم. ان شاء الله يا عم. حبيبتي حبيبتي مرحبا اهلا وسهلا بيك يا هاجر. صراحة زينب خطيه كلش متغيره، كان الله بعونها، يعني هاي حتى تاثر على مساله البلوغ واعراض كثير، يعني خطيه تسبب لها مشاكل لو ما كانت انه ماخذ العلاج من يمنا. يلا اتصال هاتفي. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، يا مرحبا حبيبي حياتي قلبي، انت سلمت يا طيبه منو معايا حياتي من بابل والسوله شلونك؟ هلا وقلبي انت شلونك حياتي؟ تشوفين هواي مغنيه البارحه، انا كلش مغنيه البارحه هواي اقول اشوفين صوتي مغنيه البارحه هواي اني اي اما الله يساعدك والله على الصوت لا لا اسم الله الف الف لا باس عليك حبيبتي انت فدوى لقلبك عيني وسن اني 21/3/71 برج الحمل انت 71 الحمل حلو حافظه اي حاضر مره اي ناري تعطيني صفاتي وانقطع الخط وما تصل انقطع الخط لا اليوم ان شاء الله يا رب الحظ ناصفك يا رب الخير ان شاء الله زين وسن انت من اي محافظه؟ من بابل بابل حي الله البابل الله يسلمك يا بابل
ادري اه مواقف شنو هاي طلعنا قرايب يوم عاد سكتي جماعه الكنترول هسه يقولون هاي قرايبها وهاي هاي المشكله. لا اليوم وسا نتكمل وياي، لازم وسا نتكمل وياي ان شاء الله الف رحمه عليك الخاطر اهل بابل يعني حياتي قلبي انت. يلا وسونا سولفينا ايش هي حالتك بالضبط حبيبتي؟ انا ذاك اليوم اعطيتيني انا مود المفاصل، اعطيتيني زيت الزيتون، اي اعطيتيني السفوف شربته، يعني الحمد لله شكو شوي احسن. شنو حالتك تفهم؟ تعد الغده الدرقيه وبعدني تعبانه. طيب بس احكي لي بعد السفوف شنو كان وضعك امانه يعني حتى نعرف لا والله خطأ. يعني كان شفت ما قدرت حتى اقوم نرجع الله شرح اني اعطيتني زيت الزيتون قمت ادهن بيه اي واظل نايمه. لا الحمد لله وشكرا يعني حتى الالم خف الحمد لله والشكر ربي يعني فدوى لوجهك ما تنسينا من الدعاء. قلبي وسن بس خليني اقول لك حكايه. تعرفين هذا هاي الدهانات وهاي الاشياء اللي انا اعطيتك اياها هاي تبقى على طول معك، كل ما تحسين انه انت وهنتي وتعبتي وتكسرتي ويبستي مباشره تبدين تسوين هذا الشيء. ادهن هذا الزيت ليش؟ افرك على زيت الزيتون وادفيه ودهن جسمي كله. عاشت ايديك وقماش قطني تتدثرين به وشوفي ايش حالاتك بقماش قطني نوعيه القماش القطن ويا مفاتيح البرج مالتك والارقام جدا سوى عمل هذا. اوكي؟ يعني قماش قطن؟ اي اي شوفي ترى انا احكي لك ماده فيزياء سوري كيمياء. انا احكي لك على مواد كيمياء 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 حقيقيه لانه القطن مع حاله من الحالات مع رقم يولد ترى هاله للعلم يعني. اوكي؟ فكلش حلو انه تبقين هاي الماده، انا انصحك بها دائما والله حتى اطباء لا تروحين ترى هم بس مسكنات راح ينطوش وهي حالتك مسكنات. مسكنات والله ما تفيد يعني أه. حتى اخذت علاج مال بهجت بهجت وما ما ما شفت كل فرق. طيب ما شفتي فرق عليا بدهاناتنا شفتي فرق؟ لا لا شفت فرق. ليش واحد أمي شفت مليون بالمئة فرق فدوى لقلبك. ذاك ايش قد ذاك ايش قد دبيتي فلوس امانه الله؟ والله كوم وحتى بامراض يعني مزمنه وعلاج وما ما فادني حتى هاي فراقيس بحل الى هي فراقيس الساحل. تدرين ليش؟ هذا الناري هذا الطبع الناري مالتك. هسه هاي الفراقيس راح اوخرها من عندك. هسه انت جربتي وشفتينا؟ هسه اقول لك لا جربت اما صدق كذي فدوى لقلبك. عمي بس اشوفك واني اطيب والله العظيم فدوى لوجهك يا بعد قلب يا عيوني وسن حبيبتي الغاليه ما تنسينا من الدعاء فدوى لقلبك يا بعد عمر انت. تاخذ علاج مال غده والله حتى الغده اخليش تعيفين العلاج مالتها ادري بيها والله ادري بس غير كنا حاصلين بس انا لا راح تحصلينه ان شاء الله. شوفي انا طلعت رقمك قلت لك ترى تتصلون بي تمشون انا اخبركم الغده. تعرفين وسن احنا بس الحالات الانسانيه صعبه كلش صحيح زين صحيح. وممكن ايضا ترى موقعنا موجود ايضا يعني عندك زاغروس بالعربي وعندي موقع الاخر يعني كل مواقع مزدحمه وعندك ايضا ميس الامير ايضا الابراج يعني على الانستا ممكن تفوتون عندي هناك ما في اشكال من كل المواقع تدخلون انا موجوده معاكم تمام. والديتش يا قلبي شوفي انا الغده هنا راح اسجل لك لان كل السموم اللي معاش من الغده ليش الطبيب يعني متحذر من رفعها شنو السبب؟ يعني بيها ضمور ما قالوا لي على رفع. لا هسه حاليا اذا تروحين ما رحت ما راجعت اي لا اذا تروحين الموضوع متطور. شوفي حتى الغده وكل الاشياء اللي دا تطلع معاك ترى من الطبع من الحراره شوفي حار جسمي دائما مسخنه اي 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 يعني هالحر هذا يعني هالحر هذا واني نايمه طابق ثاني بغرفه وبنك على درجه متغطايه اي شوفي وهذا يعني من يسمعوني يقولوا ايش قد خبلط هالحر هذا ايش قد العمر؟ ايش قد العمر حبيبتي؟ عمري 50 ما شاء الله العمر كله يا ربي. شوفي حبيبتي وسن اقسم بالله الغده طفي لك الطبع اللي بيها وانت جربتي معانا بشغلات كلش بسيطه فادتك بينما انت كاتبه كوما فلوس وما سوى ما سوى لك شيء تمام؟ صحيح والله فان شاء الله بس تواصلي معانا شويه تعبي نفسك ما يخالف عيوننا لك. انا سجلت معايا هذا الموضوع الشغله اللي حنطيك اياها شوفي شلون راح يعني يرجع وضع جسمك كلش طبيعي. انت الان عندك بالصاعد والنازل مره تبردين مره تضغطين مره تتكشفين صحيح. مره وهكذا هي الامور وهذا هي طبعا للطبع يرجع بالضبط. يعني انا حكيت قلت لو كل الناس تعرف شلون تضبط الطبع ماها ما كان احد مرض اساسا. عموما وسن الصحه والعافيه يا قلبي انت عاود الاتصال بينا مثل ما شافيناك وخليناك تقومين ان شاء الله يا ربي حتى مساله الغده راح نعرف شلون نعادل لك الطبع حتى ما ياثر. وطبعا هي الغدد كل الامراض اللي تطلع هي نتيجه العارض بالجسم يعني لما يكون العارض ويتحد الجسم يصير اكو اشياء خطا به تبدا العوارض عندنا الغده البطن مثلا البطن وهكذا. يلا
اتصل هاتفي اخر. الو 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 مرحبا. الو الو مرحبا تفضل. الو شلون شايف؟ يا مرحبا اهلا وسهلا. يسلمك ويخليك. يخليك يا رب. البارحه اتصلت بس الاتصال ما سمع انقطع. من ماجد. ماجد مخانقين. اخ ماجد كيف الصحه ماجد؟ يخليك وحب الشباب. من وين يا ماجد؟ مخانقين. حي الله اهل خانقين. يحييك الوالد. يخليك يا طيب. اخ ماجد شلون نخدمك وشنو كنا نسولف البارحه وياك؟ بس على مود الارتباط الثاني 23/76 قلت لك. 23 76 ميلاد حضرتك هو؟ نعم 23/6 مواليد 1970. تمام مولود السرطان؟ اي السرطان. طالع القمر متوسط الوصول والقامة. عندي فراغات شوي من شعر الجدار. تمام. اخ ماجد شوف اذا تسالني عن مساله الارتباط هذه السنه تمام؟ نعم. عن هذه السنه شوف انت وكانك محتار بين خيارين او هذا المولود لي الى عشريات ثلاثه. لكن عامه اللي نتحدث عنك انت كانك محتار بين قضيه. مساله الخيار عندك شويه صعب او ربما الاختيار او تشعر بانه انت متى تستعجل. تمام؟ تمام؟ لكن الفلك معاك بإحدى الجوانب من جوبيتر اللي يعني يأشر على مولود يعني على موضوع الارتباط والزواج والحب والعاطفة وكل هاي الأمور. للعلم أنت من الأشخاص اللي تعطي كثير لكن ما تأخذ غير القليل أو تأخذ الصدمات على يعني على الأغلب إنه يعني صار عندك حاجز نفسي أو ربما مو متخوف لكن هذا المواضع شوية تحس في نفسك إنه لا أخاف يعني أبدي وتطلع مو هي خاف أطلع أجي وخاف تطلع لا خل أصبر بعد شوية. لكن جوبيتر قريب على نجمك يبشر بحالة من الارتباط أو التقارب أو الحب أو الاختيار أو شخصية ربما تكون طريق الصدفة هيك أنت ويعني مو ماخذ نفسك أو حالك وتحس أنه دخلت حياتك. بس شنو أقول لك؟ أقول لك الصبر. أحد الأفلاك اللي يأشر معك أنه ثلاث نساء ربما وحدة طويلة من عندهم القامة أو يعني هذول كلهم بالتدريج بالسلالم اللي معادية على برجك تخبرك عن علاقات اجتماعية جدا إيجابية وحلوة. أنت شخص اجتماعي وصاحب واجب وخطوة وتروح وتتمنى للناس وكذا. صحيح. هذا هو اللي واضح معك أكثر. لكن الفلك شو اسمعني الفلك يقول لك أكو ارتباط. يعني اكو ارتباط. مش اكو ارتباط الثاني يعني اكو ارتباط وياها اكو ارتباط. اكو ارتباط كان في حياتك سيده انتهت والان في ثانيه داخله على الخط. ثانيه داخله على الخط. اي الباحث قلت لها من مذهب ثاني او كذا اريد بس يعني ترهم شغلت وياها تصير او مستقبلا. انت نحكي على المذهب الثاني. هي هاي ام المذهب الثاني؟ البارحه انت قلت لي صحيح الكلام؟ مضبوط 100%. تقول والله تقول والله اخ ماجد. اي والله والله وداعتك زين يعني انا كلامي 100 غالي علينا انت في الدول وجهك وخشمك في الدول خشمك يعني انا ما قلت من مذهب ثاني صحيح اكيد اكيد زين عمي شايف خير ومستاهلها بعد اكثر من هيك قريب بعيد رحمه الوالدين بابا يعني احنا النس بابا خليني اقول لك السر مال النسوان بما انه احنا نسوان فخليني اقول لك السر مال النسوان. شوف احنا النسوان نحب اللي يغلينا خوش ربما نقتنع بلفه مع البصل وخبزه بس اللي نحبه اللي نحسه هو هذا اللي يغلينا ومره نحاول نسوي لنا شويه هوبه يعني نكبر الموضوع ليش؟ حتى نحسس المقابل ترى احنا غاليين يعني مو شيء رخيص. فمن اقول لك هذا الموضوع هو شويه تغلي مساله تغلي شويه يعني مساله وقت لكن يصير اللي ببالك وتنال مرادك والامور جدا ايجابيه قدامك وحياتك حلوه وتخبل ما شاء الله عليك. اخ ماجد ايش قد ما يعني راح منك راح تاخذ اللي يسعدك ان شاء الله يا ربي والله وتستاهلها يعني انسانه جدا طيبه للعلم واشوفها كانها سيده مجتمع او شيء من هالقبيل هذا مرتبه شطوره ما شاء الله عليك. يلا اتصل هاتفي اخر. الو الو مرحبا. هلا بقلبي شلونك؟ عيوني الغالية يا مرحبا يا اهلا وسهلا. هدي وياك يا حضرتك. هدولة من وين انت؟ من بغداد. حي الله اهل بغداد الكرام ومية هلا. من وين؟ من بغداد.
نفق الشرطة. وين؟ نفق الشرطة. نفق، يا مرحبا. اهلا هدوله. فدوى الوجج، متصلتنا مسبقا ولا اول مره؟ والله اول مره وكيفت. حصلت حياتي، وإذا اقول اني الصوت مو ما سامعته، كل بناتنا صوتهم حلو بس اعتقد النبره مختلفه. هلا وبيش قلبي هدوله، ان شاء الله ما تكون الاخيره يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. حياتي هديل، تفضلي يا قلبي، بايش اخدمك؟ والله عن انتحار، عن زواج، هيك شيء هذا عارف. يلا العمر ايش قد؟ 25/2. انت 84، 25/2. اي تمام تمام. مولودة الحوت. اي صح. الزحل طالعتش والطبع مائي. اوكي هدولة عيوني، تسلم عيونك الغالية. اذا واقفة يم مبردة، يم هواء عالي واخري، اسمعينا من التلفزيون، سوري من الهاتف، اسمع واخر من التلفزيون. هديل خطية، أول مرة تصيدنا وأول مرة تدخل فضائنا. يلا ما يخالف هديل، المحاولة حلوة، سمعنا صوتك وعلى الأقل أنت فرحتي لأنه حصلتينا. يلا تعبي نفسك مرة ثانية نحصلش، لأنه احنا حكينا على الجو الفلك. يلا نستمع أو نستقبل اتصال هاتفي آخر. ألو ألو الو الو، صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا يا مرحبا. اليوم انا 60 حظ عندي، اتصلت فيك. 60 حظ؟ اي والله عندي. يا ربي في 2 120 حظ عدت. 80 حظ. قلبي انت منو معايا الغاليه؟ انتظار محمد. منو؟ انتظار محمد. انتظار؟ اي محمد. من وين يا انتظار؟ من بغداد. حي الله أهل بغداد الكرام. أي منطقة؟ الشعب. منطقة الشعب، حي الله الشعب. نظورة، من وين تتابعينا، من الفيس ولا من التلفزيون؟ والله اثنين أتابعين أنا، يعني الصراحة صار لي شهر ما هو متابعتي. جيد، خير يا ربي. وشلون شفتي برنامجنا؟ اي والله يعني خير، اشوفه صدق ارتاح. فدوى الوجه يا قلبي انت، احنا اللي أيوة سعيدين بسماع صوتك. أيوة ومشاعركم الطيبه يا الغاليه. حبيبتي انت. حبيبتي والله، حبيبتي والله، عيوني عيوني للصوره. شلون نخدمك يا حبيبتي؟ والله اريد اسال عن الصحه والرزق. الصحه والرزق زين. أيوة للصوره. سلامتك الف سلامه عيني انتصار. بس قولي لي انت، الشهر ايش قد؟ عيني. شنو الشهر يعني، اي شهر حضرتك؟ يعني 24. 4 يعني الشهر الرابع 24 انت بي؟ ايه. مولودة الثور. مولودة الثور نعم. ايه. والطالع الزهرة، والطبع ايه. ترابي. ايه. اوكي انت صار، اذا انت متابعتنا احنا نتحدث عن 3 وجوه تمام؟ نعم. لكل مولود، ولو انت بالدقائق الاخيره من عمر الفطره، لكن ان شاء الله راح نختصر لك اياها سريعا. ساعه الولاده شنو بالضبط عندك؟ تقريبا الصبح، الفجر. الفجر بس ما عرفت بالتحديد. يلا راح نجمع انتصار زائد الصح زائد العقرب الثوره ويساوي الترابي. اوكي انتصار. انتصار نعم. فوق المتوسط من الطول انت، حنطية البشره. عيني. فوق المتوسط من الطول، حنطية البشرة. الصوت بعيد. نصورة. عيني. فوق المتوسط من الطول، حنطية البشرة أنت. أي نعم. تمام. أكو علامة نعم. على خدك أو على أو على قصتك أو جبين، أو كأن تكون علامة شخط شامة شيء، لكن أكو علامة. أي نعم. صحيح. صحيح. لكن انقطع الاتصال مع انتصار مع الاسف. نصوره خطيه تعاني من مفصل الركبه، كلش واضح وياك هذا الموضوع، او الساق، او لا سامح الله تنتبه على القادم من شيء من الحديد، يعني ربما تتعور بشيء من الحديد. هذا ما ياثر على برج زحل، برج الاحمر اللي بيطالع الحكماء وطالع الافلاك، يعني الحديد. فاي فلك يطلع قريب من عنده، او ربما يكون هو العارض نفسه، الله الساتر من عنده يا ربي. عافانا وياكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام. طبعا والله انا اتمنى ان الوقت يعني يسعفنا اكثر، وكلش اسفه اليوم طبقه صوتي مو كلش واضحه، لكن اتمنى انه اكون
يعني قدمت اللي يرضيكم ان شاء الله يا ربي. يعني تخيلوا حتى وانا تعبانه ما هان علي انه اترك متابعيني ومشاهديني. يا ربي ان شاء الله الحظ الاوفر اللي اتصلوا ما حصلنا، والاعتذار الشديد من عده متصلين اليوم كانوا وجدال خطيه بشق الانفس حصلونا، لكن كثره الاتصالات احنا نحكي واللود يعني اللي علينا، عاود الاتصال اكيد احنا نستاهل وانتم تستاهلونا. فقراتنا بعدها مستمره وياكم مشاهدينا، راح نرجع مع زملائنا بالاستوديو ويكملون باقي فقراتهم الصباحيه، واني صوتي راح خلص، راح اخذ بريك واقول لكم باي باي.